السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم عليه. الدنيا الأسعار وعروض لمدة 10 أيام أو حتى نفاذ الكمية في 3 فروع وأيضا المتجر الإلكتروني وشحن لجميع مناطق المملكة. فرع التصوير حي إشبيلية على طريق الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز. عروض وأسعار وأصناف في السنابات القادمة. أول عروضهم هنا على الطقم بيالات وفناجيل من 18 قطعة، وشوفوا النكشات اللي على الفناجيل والبيالات. الطقم 18 قطعة بكم؟ ب29 ريال. هنا عندكم الأباريق، إبريق زاد ستيل من السيف مقاس 16 بسعر 36 ريال، ومقاس 20 بسعر 39 ريال فقط. دلة الضيافة من السيف مقاس 20 بسعر 52 ريال ونص، وأيضا هنا مقاس 26 فيه الذهبي وفيه الفضي بسعر 67 ريال ونص. وهالأسعار قدامكم. هنا ترامس ديفا السيف طقم حبتين وفي منها عدة ألوان وبسعر 79 ريال، ويجيكم هنا مكتوب للقهوة وأيضا للشاي. هنا كسرلة بغطاء قزاز ومقاس 16 يجيكم بهالشكل وب27 ريال، أيضا في هالنوع نفس المقاس لكنه مختلف في الشكل وبسعر 29 ريال. هنا قدر ستيل مع غطاء قزاز مقاس 18 سنتي بسعر 32، وفي منها الأكبر مقاس 20 سنتي بسعر 34 ريال. طقم صواني تجيكم حبتين وعدة أشكال ومرايا ونكشات، هالحجم وهالحجم، الطقم ب 49 ريال فقط. عندكم طقم حافظات 3 حبات صغير وسط وكبير مقاس 1500 2500 ملي بسعر 69 ريال. أيضا في عندهم هالنوع 3 أحجام و2500 و3500 و5000 ملي بسعر 115 ريال. هنا صحون الكنافة طبعا جرانيت وما تلصق معكم، متوفر منها عدة ألوان وخيارات زي ما نلاحظ نشوف حتى الألوان اللي تحت، وأي صحن كنافة هنا بجرانيت ب13 ريال ونص، خيارات في الألوان وفي الأشكال قدامكم. صحون التقديم الذهبيات مع قاعدة ب11 ريال و50. هذا هنا طقم بهارات 3 حبات مع قاعدة خشب والغطاء الخشب 3 ب35 ريال. موقد الغاز المتنقل يجيكم مع الشنطة بهالشكل وبسعر 45 ريال. الكاوية عندكم ب25 ريال هالشكل من كروس، وفيها الكاوية 1800 واط ب39 ريال. أيضا قطعة الخضار من كيليكون ب95 ريال. عندكم هنا سخان أو صانعة الحلوى تشور 750 واط ب25 ريال. أيضا هنا سخان شريط عين واحدة ب36 ريال. أيضا عندكم هالكاوية ملابس بخار ستاند بسعر 120 ريال. المكانس عندهم 18 لتر 215 ريال فقط. منشر الغسيل بهالحجم بعد التركيب يجيكم بهالشكل وبسعر 95 ريال فقط. جاد متنوع مقاس 2.5 متر وعدة نكشات وأشكال وخيارات شوفت عينكم، وسعر السجاد وهالمقاس ب 115 ريال. هالبطانيات طبعا 4 كيلو ومنها عدة ألوان زي ما تشوفون قدامكم بسعر 76 ريال فقط، طبعا 4 كيلو. عندكم هالمدات متوفر منها عدة ألوان بسعر 22 ريال. عندكم هالطاولات المفردة تجيكم اكريليك وفي قزاز وقاعدة ذهبية، الحبة ب 99 ريال. الطاولات الأرضية طقم طاولات فيه السداسي البيضاوي المربع 4 خدمة وطاولة رئيسية ب 165 ريال فقط. لاقة الملابس فيه اللون الأبيض والأسود وب 49 ريال للحبة. هنا طاولات الطعام للتنويه قبل ما أعطيكم السعر، عندهم بكرة بإذن الله راح تتوفر 100 طاولة، يعني هذه كلها محجوزة ابتداء من غدا بيوفرون 100 طاولة. طاولة طعام متوفرة بعدة ألوان و4 كراسي وتجيكم بهالشكل والسعر 517 ريال فقط. مرايات مع ستاند وكفرات فيه اللون الأبيض الحجم الكبير ب59 ريال، وفيه اللون الأسود ومنهم لونين أبيض وأسود، الصغير ب53 ريال. هالمخدات مربعة للكرسي فيه اللون وفيها اللون وعدة ألوان ب5 ريال فقط. الخداديات هالنكشات متوفرة بعدة ألوان 13 ريال فقط. الخدات وفرت الآن الألوان وفي خيارات كثير جدا في الألوان اللي ذكرتها لكم، وتجيكم باستمرار على قسم المفروشات.
سجاد صلاة كرسي يجيكم بهالشكل، متوفر من عدة ألوان، 23 ريال فقط. النظافة متوفرة بعدة ألوان تجيكم بهالشكل، 85 ريال فقط. المنظفات الفرسان، معطر الفرسان 7 ريال و95. هلا لا، عندكم هنا مطهر داك 3 لتر ومع لتر ونص 18 ريال و75. هلا لا، أيضا عندكم هنا مطهر الحرمين 36 ريال 3 لتر طبعا، أيضا اللي هنا 5 ريال و75. هلا لا، المطهرات والمنظفات. أيضا اللي عندكم هنا المبيض من فرزاسكا 4 ريال و50. هلا لا، هالحجم 3 لتر و 78 ملي. اللي هنا زماك منظف عام ومزيل الشحوم 7 ريال ونص، ايضا اللي هنا 5 ريال و 75. هلا لا، اللي عندكم هنا ملح غسالة فينش كيلو 200 جرام 9 ريال ونص، ايضا اللي هنا مكعبات فينش 60 حبة 39 ريال، اللي هنا 85 قرص ب 55 ريال فقط. صابون تايد الغسالات العادية والاوتوماتيك 5 كيلو 45 ريال. تون الفحم 5 كيلو يجيكم سداسي بهالشكل بسعر 28 ريال فقط. هالمساحة البخاخ تجيكم بهالشكل وبسعر 22 ريال، وتوفر منها عدة ألوان. بخصوص اللي يسألني عن التوصيل بالنسبة للمتجر، ولكم فقط لمدة 3 أيام يا جماعة، بيصير التوصيل مجانا للي بيطلب عن طريق المتجر. العروض موجودة في المتجر تقدر تطلب عليها، أيضا توصيل مجاني. وباقي الأصناف اللي ما عليها عروض في كود M10 يخصم لك 10%، وأيضا التوصيل مجانا. هالكود خاص فيني، كل إعلان أجدده لكم. الآن اللي طلبني لأول مرة يسوونها لمدة 3 أيام، اللي بيطلب عن طريق المتجر متابعين ماجد، التوصيل مجانا.